الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، الذنب قبيحٌ، وأقبح منه عدم التوبة والاستغفار، ومن طرق باب التوبة وجده مفتوحا. ومن صفات الله المغفرة والعفو والستر، والله يفرح بتوبة التائب إليه ويبدل سيئاته حسنات، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وقد يخفى أثر الذنب عن الخلق لكن الله يعلمه، وقد يظهر أثره على حياة العبد في شقوته وهمه وكبد حياته. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.